مساء الخير. فيديو النهاردة ميشن يمكن كبيرة شوية، يمكن كبيرة عليا، ممكن مقدرش اعملها. جربت اعملها قبل كده ونفعت، وجربت اعملها قبل كده وفشلت. المرة دي جرب اصورها ورب تنجح عشان الفيديو ما يبصش. الميشن باختصار ان انا هطلع هضرب سفن امريكية واعترض الطيارة، او يعني هضرب الطيارات اللي طلعت تعترضني، وربنا يستر. طبعا الاقلاع بتاعي ده غلط، انما عشان شايل شيلة كبيرة. ممكن اقول التسليح دلوقتي والاجنحة بتشتغل تفتح، عشان هطول في عبال ما اطلع فوق السحاب ده. الأسلحة 4R77 داش 1 عشان اضرب بيه الطيارات جو جو، طبعا اكتف. 2 بود تشويش وست صواريخ KH-35A اللي هضرب بيهم السفن. الطيارات المعادية نبص عليها، تبقى F-18 سوبر هورنت، هورنت شايلة 6 صواريخ أمرام سي و2 لاين إكس 4، زائد هيبقى فيه طيارات مدنية. الطيارات المدنية دي هتبقى لازم اخد بالي منها عشان ما اضربهاش. تبع ايروفلوت ال A330 تبع الخطوط التركية، كمان A320 تبع الخطوط التركية، دي 320 تبع ايروفلوت، تلتمية وعشرين تبع اتحاد. في ايه تاني؟ مش عارف. عموما يلا بينا نشغل فرامل، او نعمل فرامل نطلع السروتل على الاخر. الافتر برنر يشتغل، اشتغل الافتر برنر الخاص بالسخنة 33 اللي بيساعدها ان هي تبقى اسرع. عايزين نطلع على واي بوينت 2. نطلع فوق المطر والهيوم ده. Thank you.
مشروع جميل. من فوق جميل، من تحت مطر وبرق ورعد واعصار وصباح الفل. شغل الرادار، شوف الدنيا فيها ايه. واضح ان كل الطيارات دي او اغلبها مدنية. لسه الطيارات الحربية ما ظهرتش على الداتا لينك، دلوقتي بدأ يظهر. ممكن واحد يعرف انهم طيارات حربية ويعرف يفرقهم، علشان من الواضح على داتا لينك ان الطيارة دي ارتفاعها عالي جدا وسرعتها عالية جدا. الصورة تطلع دلوقتي بدأ يبان أربع طيارات جايين عليها بسرعة جدا وارتفاع عالي جدا. الوكس عمال يرغي، عمال يقول لي 2174150 at 11000 hot. شغل البود بتاع التشويش. نجهز يظهر على الرادار. مش عارف اعمل لوك، مش عارف اعمل لوك دلوقتي. يلا
ليه مش شايف لوك فوكس 3؟ دفع بسرعة. حاول احافظ على اللوك. سبلاش ده؟ سبلاش. اللي بعده. فوكس 3. كمان واحد فوكس 3. صراخ ورايا. شكله صاروخ خطر حبتين تلاتة. Фокс 3. دافع. غالبا في واحد مش عارف ازاي هعمل دوك فايت بالحالة دي. غالبا سبلاش 1 او سبلاش 3. بقى واحد. انا مش عارف انا باصص فين. اوه شكل الصاروخ هيجي فيا. شكل الصاروخ ايوه هيجي فيا اكيد. أوه. ماشي. هنمشي مبوظت بس برضه هرفعها. Или доработки? Атаки. Предельная перегрузка. Скорость предельная. Пожар правого двигателя. Я не гибт телетайрат. 105. Прошел ППМ 2 на 8000.
غالبا المشن الجاية هزود صواريخ الجو جو اللي معايا، 4 قليل بالذات في الظروف دي. يعني في صاروخ مجاش مس، ده معناه ان هضطر اعمل دوك فايت مع طيارة خفيفة نسبيا، وانا هبقى شايل 6 صواريخ مضادة للسفن. فأكيد أكيد الموضوع صعب، بس الجو رايق.